طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم مع حلقة جديدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومنصة البث المباشر. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض الدرس اللي بدأناه الأسبوع الماضي واللي كان بعنوان البيئة ونظامها ومواردها. فاكرين الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمت الأسبوع الماضي عن مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، واللي فيها خدنا إن علاقة الإنسان بالبيئة بتمر بعدة مراحل، وكانوا 4 مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة البدائية، المرحلة الثانية مرحلة الاستقرار والذي تعلم فيها الإنسان حرفة الزراعة، المرحلة الثالثة التي اكتشف فيها الإنسان حرفة الصناعة وبدأ فيها باستخدام وسائل النقل والمواصلات، وأيضا بدأ فيها باستخدام الوقود واللي كان أولهم الفحم والبترول. المرحلة الرابعة وهي المرحلة اللي احنا بنعيش فيها الآن، وهي مرحلة التطور التكنولوجي الحالي. فاكرين المراحل دي؟ تعالوا النهاردة نتكلم عن حاجة اسمها نظريات المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة، وهنربطهم بمراحل علاقة الإنسان بالبيئة. طيب أنا عندي كام نظرية بتفسر مين الأقوى، يا ترى الإنسان ولا البيئة؟ مين بيأثر أكتر، يا ترى الإنسان ولا البيئة؟ قال لي إن إحنا عندنا في المنهج 3 نظريات، وهما النظرية الجغرافية أو الحتمية أو البيئية، ليها أكتر من اسم، تعرف باسم الحتم البيئي أو الحتمية الجغرافية. النظرية التانية والتي تعرف باسم نظرية الإمكانية أو بتعرف باسم النظرية الاحتمالية. النظرية التالتة وهي تعرف باسم النظرية التوافقية. طيب تعالوا نبدأهم مع بعض نظرية نظرية ونتكلم عنها. أول نظرية معانا اسمها النظرية الحتمية. والنظرية الحتمية معانا يا شباب بتتكلم عن إيه؟ النظرية الحتمية ترى أن الإنسان يخضع للبيئة وأن البيئة هي التي تسيطر عليه، وكمان بتشوف إن الإنسان ماليش أي دور في البيئة، شايفة إن البيئة هي كل حاجة، هي المتحكمة في كل أنشطة الإنسان. طب والإنسان؟ هي شايفة إن الإنسان ملوش أي دور. طب إيه الدليل بتاعها؟ قالت البيئة بما فيها من مناخ وغطاء نباتي وحياة حيوانية تؤثر على الإنسان وتحتم عليه أنشطته الاقتصادية وعلاقاته التجارية. تعال أقول لكم عليها. الجو ساقع، أنا هلبس شتوي. الجو حر، فأنا هلبس لبس خفيف صيفي. الجو معتدل أو بارد، أنا هزرع قمح. الجو حار، هزرع قطن أو قصب أو رز. إيه ده؟ المناخ هو اللي حدد لي نوع المحصول اللي هزرعه، وحدد لي نوع الملابس بتاعتي. مش بس كده، ده النظرية دي بتقول إن البيئة هي التي تفرض النشاط البشري والاقتصادي الذي يمارسه الإنسان وعلاقاته التجارية. بمعنى أنا عايش في منطقة فيها بحر، أمارس نشاط السياحة أو نشاط الصيد. أنا عايش في تربة طينية، همارس نشاط الزراعة حوالين النهر والتربة الطينية. أنا عايش في بيئة صحراوية، همارس نشاط الرعي. أنا عايش في بيئة جبلية، همارس نشاط التعدين. إذن البيئة من وجهة نظر النظرية الحتمية هي التي فرضت علي النشاط الاقتصادي الذي أقوم بممارسته، فرضت علي علاقاتي التجارية. بمعنى أنا دولة بتنتج مصادر طاقة أو معادن كتير، يبقى نوع صادراتي هتكون معادن طاقة، معادن ومصادر طاقة. أنا دولة محاصيلها الزراعية كتيرة، يبقى إذا هصدر محاصيل زراعية. إذا نوع المحاصيل أو نوع التجارة بتاعتي بتتحدد بناء على ما قامت بتوفيره لي البيئة. وده رأي النظرية الحتمية الجغرافية. تعالوا تاني كده نعيد النظرية الحتمية. الحتم البيئي أو الحتمية البيئية أو الحتمية الجغرافية من اسمها بتشوف إن الإنسان مغلوب على أمره، ترى أن البيئة تؤثر على الإنسان والإنسان ملهوش تأثير.
شايفة البيئة كل حاجة، والإنسان شايفة إن هو خاضع للبيئة ومجبر في حياته. دليلها إيه؟ كان دليلها المناخ، وكان دليلها النشاط البشري والنشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية. تعالوا نروح للي بعده. قال لي طيب هل النظرية دي كده بالنسبة لنا نظرية صحيحة؟ قال لي لا، هذه النظرية تعرضت للنقد. يعني إيه؟ قلنا لها أنت يا نظرية عندك مشكلة، عندك عيوب، أنك تجاهلت تطور التكنولوجي ودوره في الحد من العوائق البيئية. بمعنى أنا عايش في جو ساقع، بس ما لبستش لبس شكوي تقيل. ليه؟ لاني مشغل دفايه. الجو حر، بس انا ما لبستش خفيف قوي لاني شغلت التكييف. ايه ده؟ انا بقى عندي قدره على توفير المناخ الملائم لي. الجو حر، بس انا هزرع محصول معتدل او بارد عن طريق الصوبه الزراعيه. مش هي دي التكنولوجيا اللي الانسان اخترعها؟ إذن الإنسان استطاع بتطوره التكنولوجي أن يتغلب على الحتمية البيئية. مش بس كده، أنا عايش في بيئة زراعية، بس أنا مش بشتغل في الزراعة، أنا بشتغل في التدريس أو بشتغل في أي نشاط تاني غير نشاط الزراعة. إذن أنا لم أخضع للبيئة خضوعا كليا في نشاطي الاقتصادي. إضافة طبعا لوسائل النقل والمواصلات. لما تشوف دولة زي دولة اليابان، تعالوا معانا يا جماعة، دولة اليابان دولة معزولة زي ما احنا هنشوفها في الخريطة هنا معانا. يعني ايه معزولة؟ شايفين هي فين؟ هي في المحيط، في المحيط الهادي، بعيد عن يابس القارات. كانت قديما اليابان دولة معزولة، ولكنها استطاعت بفضل طرق النقل، استطاعت انها تتواصل مع كل دول العالم، بقت تسافر لكل الدول، تتواصل معاهم، تصدر وتستورد. اذا اليابان لم تخضع للعزله التي فرضتها عليها البيئه، ولم تستسلم للبيئه. البيئه خلقتها معزوله، ولكن هي استطاعت بتطورها التكنولوجي وعقول ابنائها ان تتواصل مع جميع دول العالم. هل هم لوحدهم؟ قال لي لا، أنا عندي كمان الفراعنة المصريين، قدروا إن هم يوصلوا لكل الحضارة اللي وصلوا لها، وكل العالم حتى الآن يتحدث عنها. إيه نتيجة النظرية الحتمية؟ اللي لما ظهر عندي الحتم البيئي بدأ يحصل عندي حاجة اسمها ظهور النظرية المضادة ليها، وهي النظرية الإمكانية. بمعنى أما ظهرت انتقادات للنظرية الحتمية، بدأ يظهر عندي نظرية أخرى ليها رأي آخر، وهي النظرية الإمكانية. طب إيه هي النظرية الإمكانية دي؟ النظرية الإمكانية ترى عكس ما رأته النظرية الحتمية. يعني إيه ترى عكسه؟ الإمكانية تقوم فلسفتها على أن الإنسان هو الذي يؤثر على البيئة بشكل كبير. يعني إيه؟ شايفة إن الإنسان هو كل حاجة والبيئة دي ملهاش دور، وترى أن الإنسان دوره إيجابي لأنه يملك إرادة فعالة مؤثرة، ليس فقط فيما يتخذه من قرارات في كل مجالات حياته، وإنما له تأثير على بيئته أيضا. يعني قالت الإنسان ده هو كل حاجة، الإنسان بيختار نشاط البشر، الإنسان هو يقدر يتحكم في المناخ. ده وجهة نظر. طب إيه دليل النظرية الإمكانية؟ قالوا الحضارة المصرية القديمة، وبرضه اليابانيين قالك الحضارة المصرية القديمة ما كانش فيه تكنولوجيا ولا أي حاجة. رغم كده برضه استطاع الإنسان بعقله وبمجهوده وبسواعد أبناء الدولة المصرية القديمة إن هم يبنوا حضارة على نهر النيل. عندنا حضارة 7000 سنة الفراعنة. أجدادنا القدماء استطاعوا إن هم يبنوا حضارة العالم كله النهاردة ينبهر بيها، رغم ان كنا لسه ما وصلناش للتطور التكنولوجي الموجود حاليا. عرفوا فن التحنيط، عرفوا الزراعه، بنوا القصور، عملوا الري، بنوا السدود. وحديثا نحن لم نستسلم للفيضانات التي تقوم بها البيئه، قمنا ببناء
سدود زي السد العالي عشان نمنع أخطار الفيضانات. الإنسان قدر الآن أن يتحكم في البيئة، ده وجهة نظر النظرية الإمكانية. افتكروا كده، الحتمية كانت ترى أن البيئة تؤثر على الإنسان والإنسان ما بيأثرش. الإمكانية ترى أن الإنسان يؤثر على البيئة بس البيئة ما بتأثرش. شايفة العكس؟ النظريتين يا جماعة عكس بعض. الحضارة الفرعونية القديمة وبناء الأهرامات الشامخة في الوقت اللي لم يكن فيه لا طرق نقل ومواصلات ولا كان عندي أي تكنولوجيا، استطاع الإنسان أن يبني الحضارة دي العريقة. ده وجهة نظر النظرية الإمكانية. عمل رسومات على الجدران من معابد العالم كله منبهر بيها حتى الآن. إذن الإنسان المصري القديم هو دليل على أن الإنسان يستطيع أن يغير في بيئته. في الوقت اللي كان العالم لم يعرف من الحضارة الشيء، كان الفرعون المصري القديم باني للأصول الحضارية والثقافية في الأرض. في الوقت اللي العالم كان بيعيش فيه في خيم، وإن إحنا بنعمل المعابد والقصور والأهرامات. تخيل الأهرامات دي هي المقابر قديما. تخيل بقى قصورهم هم كانت عاملة إزاي، الفراعنة القدماء. فالحضارة الفرعونية القديمة هي تدل على قدرة الإنسان على تحكمه في بيئته. كذلك بناء السدود زي ما قلنا زي السد العالي. النقد الموجه للنظرية، في ناس قالت لها النظرية الإمكانية دي زودت قوي وإدت للإنسان دور أكبر من الدور المنوط به، بمعنى غلط في دور الإنسان وتجاهلت أنه سبب المشكلات البيئية التي تحدث في بيئة. بمعنى طبعا كلنا بنسمع حاليا عن مؤتمر الكوب 27 اللي هيقام في شرم الشيخ عن التغير المناخي. مش بس كده، بنسمع كل يوم عن ان المناخ بيتغير وان كل صيف هيكون احر من الصيف اللي قبله وكل شتاء هيكون اكثر برودة من الشتاء اللي قبله. وبنقول ان عندنا في تآكل طبقة الاوزون وعندنا تصحر وعندنا احتباس حراري تلوث نووي. مين سبب الدمار ده؟ الانسان. ده الرد اللي احنا بنرده على النظريه الامكانيه، بنقول لها ما تنسيش يا نظريه امكانيه ان تدخل الانسان كان تدخل كبير، ولكن كان في غالبيته تاثيره سلبي لانه تسبب في تلويث البيئه التي يعيش عليها. البيئه لم تحتاج الا لمن يقوم ببنائها، والإنسان كان دوره في جزء بنى، ولكن كان هناك جزء تدمير، تدمير للبيئة، تلويث للهواء وتلويث للمياه. فبنقول لها ما تديش للإنسان يا نظرية إمكانية أكتر من الدور بتاعه، وما تغاليش قوي وتزودي قوي في دوره، وما تنسيش إنه زي ما كان ليه تأثير إيجابي أيضا كان ليه تأثير سلبي. وزي ما هناخد أو زي ما قلت لكم قبل كده أن البيئة لم تستسلم للإنسان، البيئة ترد للإنسان كل ما يقوم بفعله. دايما نقول يا جماعة اللي بتعمله للبيئة البيئة بترد عليك. هتزرع شجرة، البيئة هترده لك بأنها تسحب الكربون من الجو وتديك هواء نقي وأكسجين نقي. هتقطع شجرة، هتقلل من نسبة الأكسجين وهتزود من نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي هيأثر على صحتك. هتزود في نسبة الملوثات، فهتزود من نسبة الكربون اللي هيلوث الهواء ويرفع من درجة الحرارة اللي هيترد عليك وعلى صحتك وعلى منشآتك فيما بعد. فبنقول للنظرية الإمكانية الإنسان ليه دور، ولكن أنت زودتي في دوره أزيد من اللازم وتجاهلتي أنه سبب تلويث البيئة وسبب في ظهور ظاهرة تعرف باسم الاحتباس الحراري وتآكل الأوزون وظاهرة التصحر. فالإنسان في مجمله هو سبب لظهور عدم التوازن البيئي أو بنسميه اختلال التوازن البيئي. شايفين معدل التلوث؟ مين سبب الملوثات دي يا جماعة؟ الإنسان.
الأرض بتبكي لما يقوم الإنسان بفعله. نتيجة النقد الوجه للنظرية الإمكانية ظهر عندي نظرية ثالثة تعرف باسم النظرية الوسطية أو النظرية التوافقية. ليه اتسمت بالنظرية التوافقية؟ لأنها تعمل على التوفيق بين النظرية الإمكانية والنظرية الحتمية. ليه اتسمت بالوسطية؟ لأنها وسط بين النظريتين، هي رأيها ما بين الاتنين. تعالوا كده نفتكر الحتمية قالت إيه؟ الحتمية قالت إن البيئة بتأثر والإنسان ما بيأثرش، الإمكانية قالت إن الإنسان بيأثر بس البيئة ما بتأثرش. بنقول لهم إن التوافقية ترى، فاكرين تعريف البيئة كان إيه؟ الوسط المحيط بالإنسان من كائنات حية ومكونات غير حية تتأثر به وتؤثر فيه. فبنقول أن النظرية الإمكانية ترى أن كل من الإنسان والبيئة يؤثر ويتأثر بالآخر. شايف إن الاتنين بيأثروا ويتأثروا ببعض. ده وجهة نظر النظرية التوافقية. هي ترفض الحتمية المطلقة والإمكانية المطلقة. يعني إيه؟ ترفض إن إحنا نقول إن الإنسان هو كل حاجة، بترفض إن إحنا نقول إن البيئة هي كل حاجة. بترفض التوافقية إن إحنا نلغي دور واحد من الاتنين، لأن كلاهما يتأثر بالآخر. قبل ما ندخل في مفهوم اسمه التوازن البيئي، عايزة أربط المراحل بتاع علاقة الإنسان بالبيئة بالنظريات. فاكرين مراحل علاقة الإنسان بالبيئة؟ المرحلة الأولى كانت المرحلة البدائية، لم يكن للإنسان أي تأثير على البيئة، كان يعيش على التنقل والترحال، على صيد الحيوانات وقطف الثمار، كان يسكن الكهوف، وفي آخرها اكتشف الإنسان النار. يا ترى في المرحلة دي عن علاقة الإنسان بالبيئة كانت تتفق مع أي النظريات؟ يا ترى المرحلة البدائية تتفق مع النظرية الحتمية التي ترى أن البيئة هي كل حاجة؟ ولا تتفق مع النظرية الإمكانية التي ترى أن الإنسان هو كل حاجة؟ ولا تتفق مع النظرية التوافقية التي ترى أن كل منهم يؤثر ويتأثر بالآخر؟ سيب 30 ثانية الناس تفكر. تعال أقول له، المرحلة الأولى كانت بتقول إن الإنسان بياكل ويشرب وينام وبس، يبقى الإنسان هنا ما غيرش أي حاجة في البيئة، يبقى الإنسان لم يكن له أي تأثير على البيئة في المرحلة الأولى، إذا تتفق مع النظرية مين؟ الحتمية. فيجي يسألني النظرية الحتمية تتفق مع؟ أقول له تتفق النظرية الحتمية مع المرحلة الأولى من علاقة الإنسان بالبيئة. طب والرابعة التي تعظم فيها التأثير السلبي للإنسان على البيئة، تتفق مع النظرية الإمكانية أو مع نقد النظرية الإمكانية؟ إزاي مع نقدها؟ ما إحنا بنقول في نقد النظرية الإمكانية أنها غلط في دور الإنسان، زودت في دوره وتجاهلت أنه هو سبب تلوث البيئة. طب أكتر تأثير وتعظم التأثير السلبي وتعظم معدل التلوث بتاع الإنسان على البيئة فأنهي مرحلة؟ قال لي ده كان في المرحلة الرابعة. يبقى إذا النظرية الإمكانية تتفق مع نقد النظرية الإمكانية. بعد كده يا جماعة ندخل مع بعض في مصطلح اسمه مصطلح النظام البيئي. يقول ربنا سبحانه وتعالى وضع للكون اللي احنا عايشين فيه دورة حياة تتسم بالدقة والتوازن، وتستمر الحياة في عالمنا بفضل سلسلة من التحولات والتفاعلات بين عناصر البيئة المحيطة. تعالوا كده نفتكر زمان في العلوم كنا بناخد حاجة اسمها السلسلة الغذائية، فاكرينها؟ طيب هي مس هي السلسلة الغذائية دي؟ فاكرين لما كنتوا بتاخدوا إن كل كائن بيعيش على كائن آخر؟ في نبات بيعيش على نوع معين من التربة، كميات من المية، النبات ده عايش عليه حيوان تاني، الحيوان ده بياكله حيوان تالت، الحيوان التالت ده بياكله حيوان رابع. فاكرين ده؟ فاكرين السلسلة الغذائية دي؟ تخيلوا كده معاكوا عقد أو سبحة، شيل من العقد ده أو من السبحة دي، اقطع قطعة منه، شيل واحدة بس من السبحة،
يكون الغرض بتاع السبح أو بتاع العقد لو فقد حباية من حبياته، العقد لو فقد حباية أو غرزة من بتوعه، إيه اللي هيحصل؟ العقد كله هيتفرد. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: خلقنا كل شيء بقدر معلوم. ربنا سبحانه وتعالى خالق نسبة معينة من النباتات تقضي الحيوانات والبشر اللي عايشين عليها، الكائنات اللي فيها. الأرض لم تبخل على الإنسان، ولكن الطمع الإنساني هو اللي هيغير في النظام للأسف. بمعنى يعني إيه نظام بيئي؟ قال لي هو نظام متكامل يتكون من كائنات حية ومكونات غير حية تتفاعل مع بعضها، تدخل في صورة وتخرج منها في صورة أخرى. معنى مية وتربة وأشعة شمس، ضوء وحرارة، يتفاعلوا مع بعض فيدوني النبات مع البذرة طبعا. إذا مكونات البيئة هنا كانت التربة والمية والبذرة وأشعة الشمس اللي تفاعلوا مع بعض وادوني النبات. إذا في مكونات بعضها حي وبعضها غير حي تفاعل مع بعض في علاقة ديناميكية متوازنة لكي تستمر الحياة على سطح الأرض. دخلوا في صورة بذرة وتربة ومياه وأشعة شمسية، وكلهم اتكونوا مع بعض وخرجوا لي في صورة أخرى وهي صورة النبات. آدي مكونات النظام البيئي. يتكون من كائنات حية زي الإنسان والنبات والحيوان، يتكون من كائنات غير حية أو بنسميها مكونات أو عناصر غير حية مثل الصخور والتربة والماء والهواء وأشعة الشمس. كل كائن على سطح الأرض ربنا سبحانه وتعالى خلقه، حتى الفيروسات حتى البكتيريا خلقت بقدر معلوم، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة لديه. كل على سطح الأرض يقوم بدوره دون أن يدير كائن على الآخر، ولكن للأسف أن الإنسان قام بمحاولة تغيير هذا النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الكائنات. فزي ما بنقول انك انت تغير احد الانظمه دي او تتلاعب فيها بانك تغير احد مكوناتها، ده هيؤدي الى كارثه بيئيه او عدم توازن بيئي. تعالوا نبدا بحاجه اسمها مدخلات ومخرجات النظام البيئي. شفت انا قلت لكم ايه؟ نبات كان عباره عن بذره واشعه شمس وتربه وميه تفاعلوا مع بعضهم البعض حتى وصلوا عندي إلى محصول زراعي أو إلى نبات استطعت استخدامه لكي تستمر الحياة على سطح الأرض. إذن هم دخلوا في صورة، يبقى عندي مدخلات، خرجوا في صورة أخرى، عندي مخرجات. في النص بين المدخلات والمخرجات تمت عندي عمليات، اللي هو عملية التفاعل ما بينهم، عملية التمثيل للبناء الضوئي للنبات مثلا، عملية نمو النبات، دي عمليات. يبقى عندي مدخلات اللي هي كانت المية والشمس والتربة والبذرة، حصلت عمليات تمثيل البناء الضوئي في النبات، ثم حدث مخرجات خروج محصول زراعي أو نبات في النهاية. عندنا المدخلات، تعالوا ناخد كل كائن أو كل مكون من مكونات البيئة على سطح الأرض بيدخل بأنهي صورة ويخرج بأنهي صورة. عندنا مثلا أشعة الشمس، أشعة الشمس تدخل إلى الأرض في صورة أشعة شمسية، تدخل إلى الأرض في صورة ضوء وحرارة، وهي التي تمدنا بالطاقة. قسم الإنسان امتصها فقام بعملية التدفئة، قسم جسم النبات امتصها فقام بعملية البناء الضوئي، كذلك جسم الحيوان كلنا استفدنا منها في عملية النمو بتاعه. ثم نفقد هذه الأشعة ليلا
في هيئة إشعاع أرضي. إذا بالنهار بتدخل في هيئة إشعاع شمسي ضوء وحرارة الشمس، وليلا تخرج في هيئة إشعاع أرضي. ده صورة بتوضح إن الشمس بتدخل الأرض، الكائنات اللي على الأرض كلها بتمتصها، تفقدها بالليل في هيئة انعكاس أرضي على الغلاف الجوي. أدي أشعة الشمس تديها للأرض، الأرض بالليل بتعكسها. تاني مكون من مكونات النظام البيئي عندي هي مكون المياه. ماله بقى؟ قال لي مكون المياه عندي المياه. كيف استطاعت المياه إنها تدخل للأرض؟ كل أنواع المياه على سطح الأرض دخلت عن طريق تساقط الأمطار، بعدها بتخرج المياه من على الكوكب بتاع الأرض في صورة جريان سطحي وبخار ماء ونبات. على شرح لكم أنا عندي المطر نزل، ده شكل دخول المياه إلى كوكب الأرض. تدخل المياه للأرض في هيئة الأمطار. المياه اللي نزلت مطرة دي يا الأرض تشربها فتتحول لمياه جوفية، يا تعمل مجرى وتجري في شكل نهر أو مسطح مائي، يا أشعة الشمس اللي تطلع الصبح تبخر المياه دي تشربها، يا النبات يمتصها ثم يحدث من النبات عملية النتح، نتح النبات، أكيد خدته في العلم. يبقى المياه تدخل في هيئة أمطار وتخرج في شكل جريان سطحي ومياه جوفية وبخار الماء والنتح. آدي الشكل يا جماعة، المياه بتتبخر تطلع لفوق تتكاثف، راح تحركها تسقط على هيئة أمطار من السحب، يا إما تجري في شكل جريان سطحي وسطح مياه أهو، يا إما تتخزن في باطن الأرض في هيئة مياه جوفية، يا إما تتبخر وتطلع تاني لفوق، أو النبات يمتصها فتتحول إلى عملية النتح فيما بعد. آدي يا جماعة نتح النبات، إن أشعة الشمس بتشرب المية اللي في النبات فتدبله، تخليه دبلان. يبقى دي الطريقة اللي النبات بيدخل بيها لسطح الأرض، وهي تساقط الأمطار وبعد كده لسحب، بعد كده تسقط السحب على هيئة أمطار تحوله لي إلى جريان سطحي شكل مية. في عندنا بعد كده التربة. التربة، أيوة التراب اللي عندي ده جالي إزاي؟ عارفين الطين اللي عندنا في الأراضي دي جاي منين؟ التراب ده جاي منين؟ قادم من عملية تعرف اسم عملية تفكك الصخور وتفكيكها. إزاي؟ تعالوا أشرح لكم في عملية بسيطة كلكم عارفينها. الأمطار تتساقط على هضبة الحبشة في أثيوبيا. تساقط الأمطار بيعمل تفتت لهضبة البركانية وهي هضبة الحبشة. الهضبة تتفكك أو تتفتت منها أجزاء وتمشي مع المية، اللي احنا بنعرفها هنا باسم الطمي أو الطين. تفضل الطمي اللي خرج أو الأجزاء المفتتة من الهضبة البركانية دي ماشي مع المية لحد ما يجي عندي ويعمل لي التربة الطينية في الوادي والدلتا. أعتقد ده خدته السنة اللي فاتت. يبقى التربة عندي مدخلات في هيئة تفكك صخور، يبقى دخلت للبيئة في شكل تفكك صخور. التربة عندي هتخرج من البيئة بتاعتي إزاي؟ اللي التربة تخرج من البيئة عن طريق عوامل التعرية. يعني إيه عوامل التعرية؟ يعني يجي شوية هواء يشيلوا التراب ده ويحركوه في حتة تانية، تيجي شوية مية دي تحرك أو تشيل الطين ده تنقله في حتة تانية عن طريق التصحر، اللي هو إيه التصحر؟ فقدان قدرة الأرض على الإنتاج. رمل يجي على الأرض ويفقدها قدرتها على التصحر، قدرتها على الإنتاج مرة تانية عن طريق التجريف. طب ايه هو تجريف التربة؟ اي تجريف التربة بالنسبة لي اللي هو بيتم ازاي يا جماعة؟ تجريف التربة ده يا جماعة بيتم بالنسبة لي ازاي؟ هيتم عمل الآتي، اللي هو ايه الآتي؟ الفلاح
لما هيقوم بيشيل الجزء من الأراضي الزراعية الذي يصلح للزراعة، لأن بيشيلوا الجزء الطيني من الأرض ويبيعوه عشان يجيبوا بعد كده طوب، ده بيسميه تجريف طوب. نيجي بعد كده يا جماعة للنبات. أما أجي يا جماعة عندي بعد كده هلاقي إن النبات بيدخل عن طريق حرفة الزراعة. يعني إيه بيدخل عن طريق حرفة الزراعة؟ قال لي بمعنى إن النباتات بيدخل في هيئة بذرة، حط البذرة مع المية مع التربة مع أشعة الشمس، تفاعلوا مع بعض وخرجت لي في النهاية في هيئة حصاد زراعي، محصول زراعي. فأنا عندي حاجة تانية، إيه؟ نبات طبيعي بيطلع عندي في هيئة غابات أو حشائش، زي حشائش السافانا، حشائش الاستبس، نباتات صحراوية وغيرها. النباتات دي نمت طبيعية، تخرج من البيئة ازاي؟ نتيجة إزالتها، قطع الأشجار وإزالة الغابات. قال يا جماعة المحصول الزراعي، أنا هقول اللي بزرعه. بعد كده عندي الحيوان. الحيوان هو أحد أجزاء أو عناصر النظام البيئي. الحيوان دايما يدخل البيئة بطريقتين، إما عن طريق الولادة، عندي قطة، عندي كلب في الشارع، عندي حيوان أنجب حيوان آخر، يبقى دخل عن طريق الولادة، أو بيدخل عن طريق الهجرة. الشارع اللي جنبي فيه كائن هاجر وجي يعيش في الشارع بتاعي، هجرة الطيور، هجرة الحيوانات من مكان لآخر. يبقى الحيوان بيجي البيئة بتاعتي إما عن طريق الهجرة أو عن طريق الولادة. طب الحيوان هيخرج من عندي إزاي؟ يا إما حد هيصطاده، فكده ما بقاش عندي، دخل في بيئة شخص تاني، يا إما هيهاجر زي ما جه عندي، هيهاجر ويسيب الشارع بتاعي ويروح يعيش في شارع تاني، يا إما عن طريق الموت. هيموت الحيوان، بيخرج من النظام البيئي في هيئة الموت أو في هيئة الصيد أو في هيئة الهجرة. شايفين الحيوان ده جميل ازاي؟ كيوت خالص شبهكوا ازاي؟ طيب نروح، شايفين الطيور؟ دي أحد عناصر النظام البيئي. دي عملية الهجرة بتاعة الطيور. نيجي على اللي بعده، الحيوان شفته خرج ازاي؟ نيجي على آخر مكونات النظام البيئي معانا وهو الإنسان. الإنسان يتأثر بكل عناصر النظام البيئي ويؤثر فيها إيجابا أو سلبا. أيوه، يعني دخل لي البيئة إزاي؟ أساسا إيه هي تعريف البيئة؟ عشان بس محدش يقول الإنسان بيدخل البيئة عن طريق الولادة، لا، الإنسان له نشاط بشري من قبل الولادة. ازاي يا ميس؟ حبايب قلبي، ده بيكون جنين في بطن الام، تبدا الناس تجهز له، تحتفل بيه، فرحانين بيه، بيحاولوا يسمعوا صوت النونو ويروحوا يطمنوا عليه. اذا انا حاسس بوجوده وهو له نشاط. النشاط اللي ليه ده من قبل ما يتولد، فالانسان يدخل بيه عن طريق نشاطه البشري من خلال تاثيره الايجابي والسلبي. هو بيأثر عليا من وهو في بطن ماما، بيأثر عليا وهو جنين، إذن له تأثير، مؤثر على صحة الأم، مؤثر على فرحة الأهل. بنبدأ نستعد له ونشتري له ونجيب له، إيه ده مؤثر علينا. إذا الإنسان يدخل البيئة من خلال نشاطه البشري ويخرج منها عن طريق الموت. الإنسان لا يخرج إلا عن طريق الموت، ملوش خروج تاني. إيه ده اشمعنى؟
تعالى اقول لك تعريف البيئة، نرجع له تاني. الوسط المحيط بالإنسان، يبقى في حالة إن الإنسان انتهى، مات، بيئته انتهت، بيئته خلاص كده ماتت. تعالوا نشوف الصور اللي معانا. ده الإنسان يا جماعة، دخل عن طريق نشاطه البشري مع أسرته. ينتهي الإنسان عن طريق الموت. بكده يا شباب هيكون إحنا نهينا مع بعض الجزء بتاع النهاردة. أسرة البث المباشر بتشكركم جدا، وبتتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.